جامعة القادسية. الأخ الكريم مازن. مازن يا مازن، السؤال يقول: من المرويات أن ولادة نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام كانت في محافظة بابل في مغارة تسمى مغارة الحق، لو مغارة الأنبياء، لو مغارة النور 30 ثانية. نعم. علاء لو تباوع لي، لو تباوع لي الشاشة بس، غير هذا ممنوع. أهلا وسهلا ومرحبا. أخذ وقتك مازن، عندك 20 ثانية. أكيد هي مو مغارة الأنبياء ولا مغارة الحق. لا مغارة الأنبياء ولا مغارة شنو؟ ولا مغارة الحق. زين. أختار الثالثة، مغارة النور إن شاء الله. مغارة النور نثبت؟ إن شاء الله ثبت. نثبت على مغارة النور لجامعة القادسية. إن شاء الله. معلومة متأكد منها؟ إن شاء الله متأكد منها. يعني المتأكد المفروض إجابته ما تجي خطأ. وإجابتك صحيحة وعشر نقاط أخرى، صرت 20-20. صلى الله عليه وسلم.